انا قلت لكم بالمناسبه بقى، ودي حاجه مهمه، من يومين انا اتذكر، من يومين، يوم السبت صح، يوم السبت، انا عاجبني جدا 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 اداء الحكومه جدا. وقلت لكم نصا ان انا قعدت في الاجازه بتاعت نهايه الاسبوع استثمر وقتي في ان انا اتفرج على جلسه او اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء الغرف التجاريه، حتى قلت لكم شهبندرات التجار. حلو، عجبني جدا الاجتماع وشفته أكتر من مرة، وشفت زي ما أقول لكم الحزم، الوضوح، الحسم، والحكومة خدت إجراءات واضحة ووجهت توجيهات تقدر تعتبرها توجيهات آمرة. كان من ضمنها إيه؟ من ضمنها إنه يحصل خفض في الأسعار، يعني يبقى 10 15 20، وصولا إلى العيد بإذن الله. ودكتور مصطفى لو تفتكروا في هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع موجود يعني، والفيديوهات بتاعته موجودة يعني على اليوتيوب والمنصات المختلفة، قال إحنا عاوزين نوصل، قال كده أنا شايف إنه الخفض في الأسعار لازم يوصل لل30%، بس بما إنكم شايفين إن إحنا هناخدها بالتدريج فأنا موافق معاكم ناخدها بالتدريج. الحكومة النهاردة بتعلن إيه؟ خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح ما بين 10 لل15%، والتطبيق يبدأ من بكرة التلات. ده مش بس كده، ده حددوا في بعض الأمور أسعار، يعني قال لك سعر الدواجن مثلا 95، قال لك سعر كرتونة البيض 145. طب خليني هنا أخد معانا على التليفون بكل الترحيب أستاذ ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن. أهلا بيك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة أستاذ يوسف. ربنا يخليك يا ثروت بيه، ازاي الصحة يا فندم، وحضرتك بالصحة والسلامة. الأسعار وخفض الأسعار، وهنبدأ بالدواجن والبيض، قول لنا فرحنا. والله امبارح كان في اجتماع اتحاد العام لمنتجي الدواجن. حلو. مع معالي وزير الزراعة، وطبعا احنا متفهمين وضع الأسعار، وان فعلا في ارتفاعات في الأسعار، والدواجن والبيض كسلع أساسية مهمة جدا. لكن الحاجة اللي نحب نوضحها بما يخص الدواجن والبيض، ان دي الدواجن الحية وده البيض الطازج، بمعنى سلع لا تقبل التخزين ولا يوجد فيها اي شكل من اشكال الاحتكار، بتتباع يوم بيوم وجبة بوجبة. فالطريق الوحيد النهاردة لتوازن وتراجع الاسعار هو الانتاج والاتاحية. احنا في شهر رمضان طبيعي كان الاستهلاك بيزيد 30 35% عن الطبيعي. الحمد لله اعتقد مع الادخالات الجديده والانتاج الجديد، احنا كاتحاد منتجي الدواجن ويعني القياده السياسيه بتسعى بتوجيهات مستمره نحاول نخفف الاسعار شويه. فعملنا مبادره النهارده بتخفيض 15% في اسعار الدواجن الحيه وبيض المائده. عارفين الدواجن كانت وصلت 100 جنيه في المزرعه، ان شاء الله من بكره بنتكلم في 85 جنيه. البيض كان وصل 155 156، ان شاء الله المنافس الشركه القابضه والمنافس وزاره الزراعه هتستلم ب 135، هيبيعوا للمواطن ب 140. وان شاء الله هنتابع المبادره مستمره وهنتابع الاسعار. في الحقيقه جهود الدوله كانت يعني كبيره جدا في توفير النقد الاجنبي، وده العامل الاساسي في استقرار اسعار الاعلاف وتوفرها. النهارده في ثبات وفي تراجع كمان في اسعار الاعلاف، وده شيء ايجابي جدا جدا جدا، ان هيشجع المربين انهم يستمروا ويدخلوا ادخالات جديده. ان زي ما قلت سعادتك، توازن وتراجع الاسعار أساس الإنتاج والتحية، طالما عنديش لا احتكار ولا تخزين. ثروت بيه، إمتى ألاقي سعر كرتونة البيض 100 110؟ أعتقد محتاجين نسيب بيه وقت شوية، إحنا كنا في تحديات كبيرة جدا وغير مسبوقة، والحمد لله الصناعة قائمة وبتحقق اكتفاء ذاتي، محتاجين شوية وقت، لكن إن شاء الله مش هنطول طالما النهارده في استقرار. يعني من واقع خبره ثروت بيه، تتوقع ناخد وقت قد ايه كده؟ والله انا بالنسبه للبيض اتوقع محتاجين شويه شهور، لكن بالنسبه للدواجن كتير. شهور كتير. معلش يعني معلش. لو قلت لي 45 يوم مثلا اقول لك ماشي. في التسمين في الفراخ الحيه اقل من 45 يوم، اسابيع قليله ان شاء الله.
هيبقى في تراجع كبير جدا ان شاء الله في اسعار الدواجن. تنزل لكام بعد 45 يوم تقريبا الفراخ؟ اعتقد هتكسر ال 80 جنيه، اعتقد هتكسر ال 80 جنيه. 80 سعر مزرعه ولا سعر مستهلك؟ لا سعر مزرعه يا فندم. وخلي بالك سعادتك، احنا الدواجن ده البروتين الاول للاسره المصريه في ظل ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك. حلو، هو ده البروتين الاول، واخد بالك سعادتك؟ الحمد لله في اكتفاء ذاتي دواجن وبيض، وده طيب. شيء مهم جدا. يعني انا ممكن خلال ممكن اقدر اقول انه بعد شهر ونص اقدر الاقي الفراخ سعر مزرعه 80 الكيلو ان شاء الله، وتكسر طيب. 80 ايه ان شاء الله واقل من شهر ان شاء الله. شدوا حيلكم معانا وخلوها 75 علشان تبقى الدنيا حلوه. احنا حابين، لكن الشيء اللي يطمن لا عندنا تخزين ولا عندنا النهارده احتفاظ يوم بيوم وجبه. البيض بقى هياخد له قد ايه خلال 3 اشهر مثلا؟ اعتقد يمكن اقل من كده ان شاء الله، في ادخالات جديده بدنا نشاهدها ان شاء الله. أيوة. يكون اقل من كده، نتمنى ان شاء الله يكون اقل من كده ان شاء الله. يا رب خير وبركه، يبقى فرحتنا واسعدتنا واعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. شكرا جدا يا ثروت بيه، كل الشكر استاذ ثروت الزيني نائب رئيس شعبه الدواجن.